السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هلأ موجودين في مدينة شيراز، هالمدينة التاريخية الرائعة، وبضيافة الأخ أبو صلاح الكعبي، إنسان جدا عزيز على قلبنا، وهو بيشتغل بالمجال الطبي إجمالا، شغلي أنا بالمجال السياحي، بس لكن شغلين بيكملوا بعض إن شاء الله بإذن الله تعالى. كان في عنا جولة كتير حلوة بمدينة شيراز، رحنا على باغي إيرام، حدائق جميلة جدا، يعني بدنا نقول حدائق تاريخية، قصور تاريخية، رحنا على قصر قوام، رايحين على قصر نصير الدين المول كمان، حنروح على شاه شراغ، فعلا يعني رحنا على حافظ، رحنا على سعدي، مناطق جميلة جدا، وتعتبر مدينة شيراز مدينة سياحية بامتياز. يعني إذا بدنا نعد مدينة شيراز، شو الأساس اللي بيشتغلوا فيه بشيراز؟ هو موضوع الطبابة تحديدا، التجميل والسياحة، يعني اعتماد الأساسي شيراز على هالموضوع هذا. نحن هلأ نخلي المايك عند الأخ أبو صلاح الكعبي ليحدثنا شوي عن موضوع الطبابة عنده، كيف بيشتغل بموضوع التجميل وهالمسائل هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا الشرف بزيارتك إلى مدينة شيراز، وهذا شرف كبير لنا. الله يخليك. إنسان طيب ومثقف ومحترم، إنسان ذو تاريخ عريق يزور هذه البلدة، هذا يعني من دواعي سرورنا. فضل منك. وهذا شيء يعني بالنسبة لنا عظيم يعني. الله يخليك. كنبذة سريعة عن هذا الموضوع، اللي ما شاء الله شيراز ما من اليوم ولا 10 سنوات 20 سنة، يعني من السبعينات معروف في الطب. ما شاء الله، يعني حتى التقيت فيه ناس كبار من السن، فكانوا يذكروا شيراز عن العلاج فيه والأطباء المتمرسين فيه ما شاء الله، وكل يعني أشياء. قبل كان معروف القوي قوي في العيون شيراز، بس ما شاء الله في الفترة الأخيرة بعد السبعينات وبعد ما العلم اتطور، فبدأت تخصصات كثيرة، فمثل ما تفضلت أستاذ الكريم، التجميل، عندك العيون، الأشياء، حتى الطب النسائي، العقم، المعرفة، كثير كثير، يعني المجال ما يسمح نذكرهم كلها، ما شاء الله كلها طباعة على مستوى يعني بروفيسورية، وعندك ما شاء الله نساء دكتورات عندنا ما شاء الله. في مثلا احنا تو زراعة الكبد، اللي هو من أبدع زراعة الكبد في العالم كله، موجود في شيراز في مستشفى نمازي، اللي هو ما شاء الله عليه معروف، حتى حاصل على جوائز عالمية، اللي هو أبدع زراعة الكبد. وبالعيون أيضا عندنا المرحوم البروفيسور اللي هو خدادوست، هذا يسمونه ملك العيون، كان هو من أبدع زراعة الغرانية في العالم يعني، فسوى الضجة بذاك الوقت. اللي ما شاء الله شيراز غني عن التعريف، يعني لو احنا نريد شو نتكلم، يمكن أقول لك يوم يومين كامل ما يكفي أشياء اللي موجودة في شيراز ما شاء الله من نظر الطب، وإضافة على هذه الثقافة ما شاء الله، أماكن التاريخية والسياحية، يعني الإنسان يجي شيراز ما بس العلاج، يعني حتى نفسيا بالسياحة يرتاح كثير، جو ماله زين، ناس زينين، في أماكن سياحة طيبة، شوارع نظيفة، ثقافتهم ما شاء الله على مستوى عالي، ناس أهل شيراز ما شاء الله، كثير أشياء مميزة في شيراز لجذب السياح، وجذب السياح والعلاج مع بعض، يعني هذني شيئين ما يتفارغن مع بعض، يعني دائما يكونن مع بعض، يعني أي شخص، الناس اللي يجونا من دول عربية، دول أوروبية، يعني حتى بعض الناس اللي مغمين في دول أوروبية يجون يتعالجون بسبب مثلا رخص المبلغ اللي يدفعوه للعمليات والجودة. وإضافة لهذا تغيير جو ما شاء الله، الأشياء ذكرتها أستاذنا الكريم، هي ما شاء الله أماكن كثيرة تاريخية فيه. فما نطول عليكم في الكلام، وما شاء الله أستاذنا الكريم أستاذ حسين مغدان ما شاء الله، هو كل تاريخه هو ثقافه، الله يخليك ونشرف به، الله يحفظك ويعزك إن شاء الله، سعيدين بلغائك، سعيدين بلغائك، شكرا جزيلا. شكرا شكرا كثير للأخ أبو صلاح الكعبي على هالكلام الحلو والجميل جدا بتوصيف مدينة شيراز الرائعة والجميلة والتاريخية، وصاحبة الإرث الثقافي والتاريخي. فإذن نحن كنا معكم بهالجلسة الحلوة هي، لنعرفكم شوي
عبر الأخ أبو صلاح الكعبي على هالمدينة الحلوة والجميلة. نشرب. يعطيك العافية. الله يعافيك أستاذ الكريم، وسعيدين فيكم حبيبي، وإن شاء الله دائما نلتقي على الخير والبركة، وهذه بلدكم الثاني يعني. تسلم. إحنا الإخواننا ما كل دول العربية بالأخص لبنان يعني دولة شقيقة بالنسبة لنا. الله يبارك. الناس لبنان نحبهم كثير يعني. تسلم. وأهلنا وإخواننا يربطنا فيهم أشياء كثيرة يعني. نتمنى لكم الموفقية والأمن والازدهار لبلدكم، لكل بلاد الإسلامية إن شاء الله. حبيب القلب، شكرا للأخ أبو صلاح الكعبي، وشكرا لكم متابعينا الكرام، وإن شاء الله منضل على تواصل نحن وإياكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتواجدين عليها. نحن متواجدين على اليوتيوب باسم حسين المقداد أندرسكور بالآخر، وأيضا كمان على تيك توك حسين مقداد HOUSSEINMOKDAD underscore على اليوتيوب، وأيضا على التيك توك، وموجودين كمان على بعض وسائل التواصل الأخرى مثل الإنستغرام بعنوان قناة السياحة الإيرانية، وأيضا قناة السياحة الإيرانية على الفيسبوك. شكرا لكم متابعينا الكرام، وإلى اللقاء في أوقات أخرى بإذن الله. إلى اللقاء.